تنفيذا لأمر سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامنا مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر في تنفيذ برنامج عملها. صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الوزارة شرعت صباح اليوم في توزيع الوحدات الجاهزة في مشروع مدينة خليفة الإسكاني. قال الوزير على هامش مباشرته لإجراءات التوزيع إن مشروع مدينة خليفة يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة بشأن بناء 25000 وحدة سكنية، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد المفدى بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حجم الإنجاز المتحقق في هذه المدينة يعكس الجهد المبذول من أجل تلبية رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية. احنا جدا سعيدين باستقبال المواطنين لتسليمهم عقود الدفعة الأولى من مدينة خليفة، وبمشيئة الله تعالى راح تتواصل تسليم وحدات مدينة خليفة إلى منتصف هذا الشهر، وماشيين بإذن الله تعالى وفق البرنامج الزمني اللي وضعته وزارة الإسكان لتسليم 5000 وحدة سكنية بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، واللي إن شاء الله مؤمل أن تستكمل مع نهاية شهر أغسطس المقبل. اليوم صراحة أنا فرحان مو بعارف من وين أبتدي صراحة. أحب أشكر قيادتنا الكريمة المتمثلة بجلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد، وصراحة اللي أثلج صدورنا أن جلالة الملك عطى اسم مدينة خليفة وإحنا أول دفعة نستلم البيوت، فهذا شيء يعني لا يعلى عليه.